مشاهدينا للحديث اكثر عن هذا الملف ينضم الينا مشكورا الخبير الاقتصادي السيد دريد العنيزي. بدايه مرحبا بك سيد العنيزي في نشره الثالثه لهذا اليوم. كيف تقرا ملف تاخر العمل بمشروع قانون الموازنه وتعليماتها حتى هذه اللحظه؟ هل هناك برايك تاثيرات سلبيه على العمل بالمشاريع والمهام المعتمده على التخصيصات الماليه؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوه. اهلا وسهلا. موضوع الموازنه يعني قبل أن يقر وإشكالات اللي كانت سابقة عليه نتيجة الحكومات السابقة أو الحكومة السابقة أثرت بشكل سلبي على استمرارية التطور. النظرة الجديدة غير الاقتصادية اللي استخدمتها الحكومة وهي نظرة الخدمات، خدمات جزء إيجابي، لكن العراق بحاجة إلى خدمات أضعاف ما خصص إلى بالموازنة. لو كان هناك جانب إنتاجي كان الأمر اختلف في تقييمنا للوضع. عندما تصدر موازنة لثلاث سنوات، المفروض الجميع كما اعتمد على سعر النفط للبرميل، الجميع الذي أعد المسودة والذي ناقش والذي اتخذ قرار والبرلمانيين عندهم علم كامل عن حيثيات الموازنة وبشكل دقيق، غير أننا لا نعلم أي شيء عنها وبالخصوص التخصيصات المالية. نعم. بعد 4 أشهر وبفشل ذريع يطلعون يقولون ما نقدر نخصص لأن ما عندنا وفورات مالية. يعني شنو هذا العمل وشنو النظرة للاقتصاد العراقي؟ عوف بقية موضوع الإنتاجية، خلينا بالخدمات. يعني أنتوا دا تخصصون هاي المشاريع والتطوير وثلاث سنوات وتطلع وزيرة المالية تقول أنا ما عندي دينار عراقي أعطي إلا فقط للموظفين. يعني بأي وجه نواجه العالم؟ من المخطط؟ من المصمم؟ من اللي يريد ينفذ؟ ما يقولوا له وين التخصيصات؟ وزارة المالية ما عندها فلوس؟ زين يا سيادة وزيرة المالية خليتها 3 سنوات. طيب سيد دريد، يعني لماذا لا نقول بأنها يعني لربما يعني اعتمدت على التحضيرات من تبعات استغلال تخصيصات الموازنة وموالها في الدعاية والترويج الانتخابي؟ يعني كما تعلم هناك انتخابات قادمة وهناك مرشحون يعتمدون على المال العام. أستاذي الكريم، هاي أكثر كارثية من إقرار الموازنة. تصور الانتخابات أفضل لو الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي أفضل. كقرار منطقي يجب إلغاء الانتخابات، لكن ديمومة الاقتصاد أفضل، أأجلها على السنة الجاية. زين مجالس المحافظات ثلمة في مواقف الحكومات السابقة، بس يطلع لي تقرير شنو اللي قدمته مجالس المحافظات. احنا نشتغل يعني على الأفكار وعلى التخطيط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللي قدمتها مجالس المحافظات سابقا فقط سلبي. زين أنا جاي هسه أأخر الاقتصاد ككل، الاقتصاد ككل ما تبقى من السنة، لما تبقى من السنة 23 على مود مجالس المحافظات؟ لا، والحلو أنه أنا أقر بأنهم راح يشتغلون بشكل مزور حتى لا يستغلون. يعني تشيلوا هالثقة هاي المطلقة باللي راح يجي. نعم أستاذي، هذا اقتصاد بلد، وهاي سمعة بلد، وهذا تطور بلد. أنا أخر كل هذا العمل، وطبعا هي عملية ممكن بها تأثيرات خارجية، وهاي إذا نشوف التأثيرات الداخلية. نعم. المتراكم. نعم. مال السنة الماضية وينه؟ نعم.
القانون الأمن الغذائي طلعوا لنا تقرير خلينا نفتهم الموضوع شنو. وزيرة المالية بجلالة قدرها تقول أنا ما عندي إلا بس رواتب موظفين. طيب سيد دريد، يعني هل تتوقع إمكانية جمع أموال الدعم الطارئ لتمويل المشاريع المستعجلة والضرورية في عام 2023 لربما؟ سيد العزيز مثل هذا ليش ما شنو الإشكال اللي بيه؟ قرار مجلس الوزراء إيقاف كافة المشاريع حتى اللي مسوي النص واستعادة رأس المال، ما يريد لغير شيء. لكن أكو إمكانية إصدار مثل هيك قرار؟ يعني تقسيمات المبالغ على قانون التنمية الطارئ أو الدعم الطارئ أو أي مسمى، لأن هو أساسا بعيد عن التنمية، صارت المواضيع بوقتها ناقشناها يعني توزعت لكتل وأحزاب وسياسات وشركات فلان وشركات علان، يقدرون يضغطون يرجعوها يوقفوها. احنا عندنا 7000 ما ادري 9000 مشروع متوقف، ضيفوا 2000 عليها ورجعونا الفلوس مالها. نعم، سووا جرد، سووا تحقيق اين صرفت ولمن، ماكو جرأة. فالعملية يعني من البداية ما مخططة، مبعثرة. انا اقتصاد بلد أأخره او ما اعرف انه شلون راح تجيني واردات بالدينار؟ نعم. طيب ايضا نستثمر وجودك سيد دريد يعني للحديث عن ملف ارتفاع اسعار الصرف الدولار. برايك من هو المسيطر اليوم على السوق، وما هو سر تمسك اسعار الصرف بارتفاعها وعدم انخفاضها امام الدينار العراقي؟ المعطيات اللي موجوده انه هناك اكثر من 4 أو 5 جهات ما تقدر تدخل المصارف حتى تتعامل أو تسيطر عليها عن طريق الحوالات. البنك المركزي والسياسة النقدية ما عالجت أي حالة من الحالات، أي حالة. يعني نقول أنه سيطرت على البنك المركزي، سيطرت على الحوال، سيطر على الحوالات، ولا مو البنك المركزي، الفيدرالي. لأن الحوالة دا تروح تمر بالكل كل القنوات الرسمية وتوصل عفوا للفيدرالي وترجع. أما العدلة والما عليه إشكال تروح. يعني اخترقت كل إدارة البنك المركزي وطلعت. وين كشف الخطأ؟ كشف الخطأ الفيدرالي، هاي الحوالات. نعم. بالنسبة للسوق السوداء يعني عدة مرات طرحناها، احنا ملزمين ومجبرين نتيجة التقادم بالعلاقات مع ايران ان نتعامل معها بتسعة مليار الى 10 مليار. هذه مبالغ طائلة تسحب من السوق السوداء، زائدا التجارة اليومية الحدودية هاي امنا بيها ومجبرين عليها لان ما عندنا انتاج. يجينا الإنتاج، إحنا نريد نلقى حلول. الإزدواجية الأمريكية بالتعامل معنا، العراق ممنوع يتعامل بالدولار مع إيران، هذا الواقع. إحنا ملتزمين به ما نتعامل، لكن ديبر عبر السوق السوداء. الإزدواجية ليش إحنا الوحيدين ممنوعين بالتعامل مع إيران ودول الجور أو الجوار كلها العفو؟ نعم، تتعامل مع إيران بالدولار. يعني هاي دول الخليج 60 مليار سنويا، 60 مليار، مو احنا. ليش هذولك دي يتعاملون بالدولار احنا لا؟ انت تريدين السيطرين على الدولار، دخلي حوالة يا الفيدرالي الامريكي، دخله بنظام الحوالة وخلينا نتعامل مع إيران بسوق مسيطر عليه الان، سوق سوداء عبر الحدود، زائد المنافسة أو المشتريات الحكومية غير معلنة. يعني المشكلة أنه غير معلنة. يقول الاتفاقات زين، أنت تعال الاتفاقات ثقافية، اتفاقات اقتصادية، اتفاقات دينية، هاي ما بيها تقييم مادي. أنا يعني أنا دا أساعد على عملية زيادة التبادل التجاري مع إيران، ما قلنا لا، لأن هذا واقع ومرير إذا نتجاوزه.
الحل ماله بعملة باليورو أي عملة أخرى ما تقدر يعني تغطي. واضح. إيه. فإحنا ماذا تقبل أمريكا أن نتعامل مع إيران بالدولار ولدي يلقونا حل داخلي، والحل الداخلي الوحيد أن نتعامل مع إيران بالدولار، بخلي حتى لو يكون هناك مصارف معينة وبتدقيق الفيدرالي راح يقل حتى يقل عملية التهريب. واضح. أما التجارة الحدودية فهي مفتوحة ما نقدر حتى نسيطر عليها 1800 كيلومتر. نعم. الموضوع الإضافي الآخر الزيادة الآن اللي صارت بالفترة الأخيرة مو زيادة اقتصادية، زيادة تهديدات. نعم. وتوقعات تهديد الفيدرالي بفرض عقوبات. نعم سيد رايد. كل التصريحات اللي طلعت تطمينية لكن ما يستقر السوق إلا بإنهاء العقوبات. واضح. السيد دريد العنيزي الخبير الاقتصادي حدثنا من بغداد بالصوت والصورة. شكرا جزيلا.